أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يعذر صاحب البدعة بجهله إذا وقع في البدعة أم لا يعذر؟ كيف يعذر؟ ينهى عن المعصية وعن البدعة ويذيله. وأما أنه يعذر بالجهل هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نحن ما نتركه على البدعة ولا ننكر عليه ولا نبين له السنة ونقول هذا جاهل ومعذور، لا، هذا حرام علينا أننا نسكت نتركه على البدعة. يجب علينا بيان، أن نبين له وأن ننصحه وأن ننهاه عن البدعة. نعم.